بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة النهاردة بإذن الله تهم كتير من العرب ومن الأشخاص اللي حابين يزوروا أوكرانيا، وهي إزاي إنك تحصل على فيزا أو خطوات الحصول على تأشيرة للسفر لأوكرانيا. بداية حابب أوضح إن بالنسبة لينا كعرب من غير دعوة، اللي هي دعوة لحضور للسفر لأوكرانيا، من الصعب إن أنت تحصل على فيزا، بل من المستحيل، لأن من شروط القانون الأوكراني إن أنت لازم يكون حد ليه بعت لك دعوة شخصية أو دعوة بأي شكل كان، سواء كانت دعوة شخصية فرد دعيك أو دعوة عمل حد شركة بعتها لك إن أنت تروح تشتغل في أوكرانيا، أو دعوة طبية إن المستشفى بعتالك أو سنتر هيلث كلاب بعتلك عشان تروح تتعالج هناك أو ربنا يعفي عن الناس جميعا، أو دعوة للدراسة، أشكال كتيرة للدعوات. ودي في الحالة دي إن أنت بتاخد فيزا تايب بي، اللي هي فيزا نوعها تايب بي، اللي هي تايب بيرسونال، اللي هي دعوة شخصية أو فيزا شخصية. في دعوة سياحة برضه، يعني انت لو حابب ان انت تروح تزور البلد كسائح، ففي الحالة دي برضك هيقول لك خلي شركة سياحة تبعت لك دعوة. ودي امرها سهل، مش ما فيهاش صعوبة. اوضح بإذن الله في الحلقة دي ازاي ان انت تحصل على الدعوات، ان ما فيهاش اي صعوبة او اي مشكلة. بالنسبة لدعوة السياحة برضك حابب اوضح ان في شركات سياحة داخل الاراضي العربية لكل دولة. على سبيل المثال مصر في مكاتب بتعمل دعوات سياحية، بيبقى في بروتوكولات تعاون بينها وبين مكاتب سياحة في أوكرانيا، وبالتالي بيبقى في عملية تخاطب بينهم وبين بعض، وبيبيع لك عملية الدعوة السياحية أو بيجهز لك واتشر الرحلة أو فاتورة الرحلة عموما، هتروح فين وهتعمل ايه واللي هتزوره، أو ممكن هو يبيع لك دعوة سياحية فقط، ودي بيبقى ليها سعر تاني مختلف عن الدعوة الرسمية. عموما حابب اوضح ان تمن الدعوة عموما ما بيتجاوز الـ5 دولار او بكتير قوي 10 دولار، ولكن عشان تيجي لك في ايدك بتوصل لمبالغ توصل لـ200 دولار و300 دولار، الا اذا كانت دعوة شخصية حد بعيد لك الدعوة، فبالتالي هو بيدفع لك الـ10 دولار من اوكرانيا وما بياخدش منك اي مقابل. لكن الشركات السياحة والشركات الأخرى أو حتى الدعوات الدراسية فبيبقى ليها أسعارهم الخاصة بيهم. حابب أوضح إن الدعوات الطبية بيبقى في برضك بروتوكولات تعاون بين بعض المستشفيات الخاصة في كل دولة وبين مستشفيات في أوكرانيا. دي بالنسبة للدعوات الطبية. بالنسبة للدعوات الدراسية فأنت بتروح زي ما قلت قبل كده في حلقة من الحلقات، بتروح للمكاتب المتخصصة المعتمدة من السفارة الأوكرانية، وهم دي مسؤوليتهم، هو بيوفر لك الدعوة الشخصية، بيبقى عموما هو بيعمل لك فايل أو ملف خاص بيك للسفر بما فيهم الدعوة، لأن الدعوة أصلا ما تبقاش دعوة شخصية ولا دعوة من جامعة. الدعوة الطلاب دي بتبقى جاية من وزارة التعليم العالي في أوكرانيا، جمهورية أوكرانيا، بناء على موافقة جامعة من الجامعات الأوكرانية للانتساب ليها. فبالتالي الجامعة دي بتخاطب وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي بتأشر بالموافقة وبتبعت للجامعة الدعوة دي. الجامعة بتبعتها طبعا للايجنت أو مكتب الطلاب اللي انت قدمت ورقك ليه عشان انت تيجي تدرس في أوكرانيا أو تروح تدرس في أوكرانيا. دي بالنسبة للشروط، ان اول شرط من شروط الحصول على الفيزا وجود دعوة، ودي اشكال الدعوات والنوع التأشيرة اللي انت تاخدها، اللي هي تبقى تايب بي او نوعها بي. عموما التأشيرة هتكون بـ3 شهور، بتبقى مفتوحة لك بـ3 شهور، ولكن في حاجات كتيرة، في حاجات بيقع فيها كتير من الشباب في السفارة عموما، يعني اللي هو الفرونت اوفيس او الشخص المتعامل معاك اللي هو المسؤول عن انه ياخد ورقك ويشيك على الورق ان كان سليم او ناقص منه حاجة، بيسألك انت هتقعد كام يوم في اوكرانيا، وده سؤال يعني بسيط ومفيش اي مشكلة. فانت بتبقى عارف ان الدعوة الشخصية او الدعوة whatever كانت صلاحيتها بتبقى 3 شهور، يعني في خلال الـ3 شهور لازم تحصل على الفيزا. عموما الفيزا ممكن تقعد في السفارة للاستعلام عن مدى صحة الدعوة الشخصية ان كانت مضروبة او غير مضروبة، بتقعد لها بالكتير لحد ما تاخد التأشيرة مدة شهر.
لكن هو في السفارة بيسألك انت هتقعد قد ايه، ما على سبيل الاستفسار لا اكتر ولا اقل. انت تها برضك هتكتبه في الابليكيشن بتاعة الحصول على التأشيرة، ابليكيشن التأشيرة، هيسألك هتقعد قد ايه في اوكرانيا. ممكن ما تقولوش ان انت هتقعد 3 شهور، قول له ان انت هتقعد 13 يوم 10 ايام. حاول تقلل في المدة عشان تدي له نوع من انواع الاطمئنان، يعني ان انت مش رايح هناك هتخلل. حتى مهما كان اللي دعيك، سواء كانت دعوة شخصية حد دعيك، فمش معقول يعني تروح تقعد معاه 3 شهور مرة واحدة يعني، الا اذا كان شخص عزيز عليك او انسان طبعا انت في بينكم وبين بعض علاقة حب او الكلام ده. لكن انت رايح تدرس، هو بيبقى عارف، ما بيحتاجش ان هو يسألك هتقعد قد ايه، لان انت راجل رايح تدرس. دعوة عمل بيبقى الدعوة مكتوب فيها برضك المدة اللي انت هتقعد فيها، فدي ما فيهاش أدنى مشكلة. المهم حابب ان انتوا تعرفوا ان مدة الدعوة بتبقى صلاحيتها 3 شهور، ففي خلال ال3 شهور دي لازم تحصل على التأشيرة. طب في حالة انتهاء مدة ال3 شهور اللي هي صلاحية الدعوة المبعوثة لك، ففي الحالة دي بيبقى في صعوبة ان الطرف اللي بعت لك دعوة أول مرة يبعت لك دعوة مرة أخرى، لأن بيسألوه في بوليس الأجانب في أوكرانيا هو ما جاش ليه ما انت بعت له اول مره، ايه اللي حصل؟ اترفضت الفيزا. طب اترفضت يبقى اكيد بدل سفارتنا رفضت الفيزا بانه شخص غير مؤهل للسفر لاوكرانيا، مش هنقدر نعمل لك دعوه تانية، او بيضطر ان هو ينتظر مده اخرى لحد ما ينسوا بالمعنى بتاع المعنى المصري بتاعنا، لحد ما يشوف حد تاني يقدر يعمل له الدعوه في بوليس الاجانب. من الاساسيات ان هي الدعوه لاصدار التاشيره او الفيزا دعوه شخصيه او دعوه كان ايا كان نوعها، زي ما احنا قلنا كشف حساب ساري من 6 شهور سابقه فما فوق، يعني يكون قديم من 6 شهور، خطاب اللي هو بيسموه الخطاب البنكي. الخطاب البنكي برضك حابب ان انا اقول فيه حاجه، ان الخطاب البنكي لازم ان هو يكون معتمد من بختم البنك الفرع اللي انت حطيت فيه الفلوس، وختم البنك الفرع الرئيسي اللي هو تابع للبنك الفرعي. يعني على سبيل المثال انا حاطط فلوسي مثلا في بنك الاهلي فرع الاسماعيليه او فرع فايد زي ما بيقول مدينه فايد، عايزين ان احنا عايز اعمل كشف حساب، فبروح البنك الاهلي الفرع اللي انا حاطط فيه الفلوس وباخد كشف حساب بيبين فيه حركة دخول وخروج الأموال للسحب والإيداع زي ما بيقولوا في البنوك. لكن أنا برضك في حتة السحب والإيداع عايز أقول إن أنت بلاش إن أنت مثلا أيا كان المبلغ أو الأماونت في كشف الحساب مش مهم بالقدر اللي هو مهم إن أنت تبين فيه حركة في كشف الحساب. الحركة اللي هي في كشف الحساب اللي أنا أقصدها اللي هي حركة السحب والإيداع، يعني ما تاخدش مبلغ مثلا من خالك او من ابوك او انت مبلغ تكون ربنا كرمك بيه وتروح ان انت حطه مرة واحدة في البنك ومطلع كشف حساب بحركة واحدة في كشف الحساب. اما انت تروح السفارة يبص يقول لك انت اكيد واخد المبلغ ده من حد يعني، فممكن ان هو القنصل اللي هو المسؤول عن اصدار التأشيرات ممكن ما يديش اهتمام بكشف الحساب ما يبصش عليه. لكن لو انت خدت مثلا مبلغ وليكن على سبيل المثال 20,000 جنيه، وعملت عملية سحب وإيداع، سحب وإيداع، حركت المبلغ ده بعملية سحب وإيداع، خدت مثلا حطيت 3,000 وبعدين سحبت منهم 1,000 وبعدين رحت حطيت بعد كده 4,500 وبعد كده رحت حطيت 800 جنيه وبعد كده رحت سحبت 300 جنيه، وهكذا عملت 10 خطوات سحب وإيداع، عملت 10 حركات في كشف الحساب، أعتقد إن هو بيكون ليه مدلول ثقة للسفارة. وعملية سحب وإيداع برضك ما يكونش لايك يعني ورا بعض، يعني مش النهارده تسحب بكره تحط، النهارده تسحب بكره تحط، يعني برضه بتبقى فترات زمنيه يعني تواريخ مختلفه، يعني مثلا بعد 3 ايام حط فلوس، 10 ايام اسحب فلوس، 4 ايام خد فلوس، وهكذا، بحيث ان انت تبين له ان في حركه في كشف الحساب. يبقى اول ما قلنا ان دعوه شخصيه او دعوه ايا كانت، شخصيه، تعليميه، طبيه، دعوه عمل. رقم 2 خطاب بنكي بيكون مختوم من ختم الفرع، البنك الفرع، وختم البنك الرئيسي اللي هو تابع للفرع اللي انت فيه، يعني البنك الاهلي اسماعيليه يبقى فرع اسماعيليه، يبقى في البنك الاهلي الفرع الرئيسي اللي هو كورنيش النيل في القاهره، ده لو خدنا مصر كمثال. بعد كده من الخطوات خطاب من جهة العمل محدد فيه الإجازة المسموحة لك،
وفي حاجه بيدققوا فيها دلوقتي ان عارفين الخطاب من جهه العمل. ممكن انا عندي سجل تجاري او فاتح منشاه او شغاله، ممكن اعمل لك اي خطاب عمل واحط لك الختم بتاع المنشاه بتاعتي اللي انا عامله على حس السجل التجاري. فهم بيقولوا لا، هات لي خطاب تأميني. خطاب التأمين اللي هو اي بني ادم شخص اعتباري ليه رقم تأميني. الرقم التأميني ده بيبقى طالع من الشؤون الاجتماعية او مكتب التأمينات الاجتماعية. فانت كده اوريدي سواء اشتغلت او ما اشتغلتش بيبقى ليك رقم تأميني. الرقم التأميني ده محدد، انت شغال فين وعند مين ومتأمن عليك ولا لا. طالما انت متأمن عليك اوتوماتيك في السيرفر، الخطاب التأميني ده تقريبا الجواب التأميني زي ما بيقولوا عليه 5 جنيه تقريبا او 7 جنيه. انا بتكلم دلوقتي حاليا عن مصر. فانت بتجيب الخطاب التأميني ده بيبين لك فيه انت اسمك كذا 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 كذا، شغال في منشأة كذا من الفترة كذا للفترة كذا ومؤمن عليك. يجب ان انت تكون متأمن عليك، الجهة اللي انت متأمن عليك فيها مذكورة في الباسبور بتاعك. يعني على سبيل المثال، او ممكن ما يكونش مش مهمة، او يعني على سبيل المثال انت كاتب في الباسبور بتاعك ان انت محاسب، خلاص مكتوب ان انت محاسب، وانت شغال مثلا في شركة سياحة، فمتأمن عليك في شركة سياحة، وليكن انت متأمن عليك بصفتك الاعتبارية في شركة سياحة، مندوب سياحي، مرشد سياحي، مترجم، ايا كان. فيجي لك في ده، هو يبص للباسبور يكتب محاسب، تقول له ايوه انا محاسب لان انا خريج كليه تجاره، ومكتوب لي محاسب لان انا منتسب لنقابه التجاريين، فاوريدي غيرت الباسبور بصفتي انتسابي لنقابه التجاريين، ولكن انا شغال في مجال السياحه. فدي حاجه ما تخصوش، كل اللي يهمه خطاب الشؤون التامين الاجتماعي او الخطاب الضمان الاجتماعي زي ما بيقولوا عليه، اللي هو اللي بيبقى محطوط فيه كل سيرتك الذاتيه بالنسبه لتاريخ عملك، وعليه ختم النسر، فده بيبقى مصدق تماما من السفاره الاوكرانيه، كشف حساب، دعوه شخصيه، وخطاب التاميني، وموافقه طبعا صاحب الشغل ان هو مديك اجازه من فتره كذا لفتره كذا. بيديلك 4 صور بتاخدهم معاك، ويا ريت من كل ورقه تصورها نسختين، لان هناك في السفاره معاهم ما اماكن التصوير، لكن بيدلسوا يقول لك ايه، روح صور، روح صور الورق. وانت طبعا بيبقى الاماكن دي في اماكن كويسه، يعني مبقاش في مكان تصوير الا على مسافات بعيده يعني، تمام. فبتبقى في بدل ما تلخن نفسك بالتصوير، فروح له انت جاهز بكل حاجه، بالصور، بباسبورك. باسبورك طبعا ما يكونش باسبور قديم، باسبور على الأقل فيه سنة صلاحية من ال7 سنين طبعا اللي بيطلع فيها الباسبور، أو لكل دولة ليها شروطها في إصدار جواز السفر بتاعة المواطنين بتوعها. وتروح السفارة، بيبص طبعا على الورق، بيديك أبليكيشن، إذا قبل الورق بتاعك بيقبله في الغالب إذا توفرت الشروط اللي أنا قلت عليها. اي شرط من الشروط ما توفرش، ثق تماما ان انت ما تتعبش نفسك وتروح، ان انت تروح تتعب نفسك وتروح لحد السفاره. يعني في ناس بيبقى معاهم دعوه شخصيه يقول لك طب انا مش متامن عليا، ممكن انا اسافر؟ هيقول لك لا، ما فيش خطاب دي هتعمله، ملوش لازمه الدعوه الشخصيه، ملهاش اي لازمه، او الدعوه عموما ملهاش اي لازمه. طب انا صاحبتي بعتالي مثلا دعوه، او مراتي بعتالي دعوه، ماشي بعتلك دعوه، لكن في شروط لاصدار الفيزا بتختلف عن اي حد، تمام. دي حاجة لازم تعرف، يعني أي شرط من الشروط انتقص يبقى انتقص، يبقى مفيش مجال إن أنت تروح وتتعب نفسك، لأن كده كده هيمشيك أو هيقول لك ورق ناقص. فبتسأل طبعا أنت على كل حاجة من الحاجات دي. عموما في برضك حاجة حابب أوضحها، ممكن أمور بتختلف من وقت للتاني، الله أعلم إيه اللي بيحصل في أي سفارة من السفارات في الوقت الحالي. فانت بتخش على جوجل وبتكتب في الجوجل سيرش، بتكتب السفارة الأوكرانية في البلد اللي انت قاعد فيها، بلدك اللي انت موجود فيها، وبيبقى فيه ارقام اللي هي الكونتاكت لاين او الارقام الاتصال، بتتصل بيهم وبتشوف ايه الجديد اللي هم يقولوا لك عليه. لكن اعتقد ان دي بتبقى شروط اساسية اللي انا وضحتها في الاول. بالنسبة للسفارة الأوكرانية ما بيطلبوش حاجات جديدة يعني، او حاجات شاذة عن المعتاد، لان دي بتبقى جزء اساسيات. الابلكيشن اللي تيجي بتملاها بتبقى فيها مكتوب في اكزامبل، في محطوط على الحيطه في السفاره اكزامبل ازاي ان انت تملا الابلكيشن. زي ما حبيت ان انا اوضح ان الدعوه عموما بتبقى 3 شهور، مدتها 3 شهور دعوه اللي انت بتحصل عليها على الفيزا، او الفيزا عموما بتبقى مدتها 3 شهور.
بيكتب لك المدة اللي انت عايز تسافر فيها. انا حابب ان انا اوضح حاجة زي ما بنقول عندنا بالمصر بتخيل عليهم في السفارة. انت مثلا الدعوة الشخصية جات لك في شهر 2، بلاش تسافر في شهر 2، سافر ممكن تسافر في شهر 5 شهر 4. فبتحدد في المدة اللي انت هتسافر فيها من شهر مثلا من 13/4 لحد مثلا 1/5. تمام؟ ليه؟ لأن جات لك الدعوة وانت لازم تسافر في وقتها، بيبدأوا يكعبلوا لك الأمور، بيبدأوا يلعبوا معاك لعبة الحرب النفسية. فبلاش اللي هي المواضيع ده. ممكن انت بتكتب في الابليكيشن ان انت هتسافر مثلا في شهر 4 والدعوة جاية لك في شهر 2. مش مهم ان تكون صلاحية الدعوة 3 شهور، يبقى انت لازم تسافر في خلال ال3 شهور. دعوة الصلاحية بتاعة الدعوة انت لازم تصدر الفيزا في اطار الـ3 شهور اللي هي مدة صلاحية الدعوة. يعني هو ممكن يفتح لك الفيزا في شهر 8 والدعوة جاية لك في شهر 2، على حسب ما انت عايز، يعني على حسب ما انت كاتب في الابليكيشن. وبيبقى برستيج كويس. يعني انا اول مره من المرات، يعني انا ما اتذكر ان هي جات لي في شهر 3 وانا سافرت في 15/7 على ما اعتقد او 20/7. تمام؟ يعني قلت له انا عايز اسافر في ده، قال لي طب مش اوكي، طب انت جالك بدري ليه؟ قلت له جالي بدري بس انا عندي شغل دلوقتي مش هقدر اسافر. فبيفتحها لي من 15/7 ل3 شهور. يعني انت ممكن تقول له ان انا حطيت اقعد 10 ايام 15 يوم او كده في الابلكيشن كده. هو بيديك عموما 90 يوم في التأشيرة اللي هي التايب بي، اللي هي الدعوة الشخصية، سواء دعوة عمل أو دعوة فرد أو دعوة زيارة طبية. تقعد فيها 15 يوم، تقعد 13 يوم، بس أنت أذكر في الأبليكيشن إن أنت هتقعد مش مدة مبالغ فيها، لأنك أنت راجل شغال في شركة، فازاي هتقعد دائما الشركة 13 يوم في الأجازة المسموحة بيك؟ ولو أي حاجة إن أنت بتجي طلب الأجازة من الشركة او من الشخص اللي انت متعامل معاه، سواء كنت شغال في الشركه او ما كنتش شغال في الشركه، بتبقى المده بتبقى عباره، يعني الاجازه مكتوبه 15 يوم من تاريخ كذا لتاريخ كذا، بتبقى بتاريخ محدد ليك. فانت مش ما تبعدش عن التاريخ اللي هو موجود في الاجازه اللي هي مختومه في الورقه اللي انت جايبها، وتكتب تاريخ تاني للسفر مختلف عن تاريخ الاجازه. فدي حاجه كتير بيقعوا فيها وبتبقى مختلفه. بعد كده انت لازم تكتب الاجازه اللي هي مسموحه لك، اللي هي صاحب العمل سامح لك بيها ان انت تسافر في الفتره دي. فانت بتبقى كاتب الفتره دي في الابليكيشن فعلا زي ما موجوده في الاجازه. ممكن يكتب ان انت تسافر في الصيف، مش هتسافر دلوقتي لان ظروف العمل محتاجاك. فدي حاجه مهمه. بعد طبعا في حاليا في السفاره الاوكرانيه، انا ما اعتقد يعني في الوقت الحالي لاصحاب كتير بيقولوا ان في دلوقتي في اللي هو التأمين الصحي. التأمين الصحي بيبقى هم متعاملين مع بعض المكاتب في الدولة اللي انت تابع ليها، وده تأمين صحي دولي بتشتريه بيغطيك صحيا لو قدر الله حصلت اي حاجة ليك خارج داخل الدولة الأوكرانية. فبتبدأ باللي هو التأمين الصحي اللي هو انت مأمن على نفسك بيه، بيبدأ التأمين يتكفل بعلاجك، مكتوب فيه طبعا المستشفيات اللي انت هتتعامل معاها هناك او اللي انت هتروحها هناك، وطرق الرعاية اللي انت هتتعامل بيها هناك. عموما التأمين الصحي ما بيزيدش عن 90 100 جنيه بالعملة المصرية، يعني مش مبلغ كبير، ممكن 10 دولار في الحدود دي. الفيزا بيبقى في السفارة الأوكرانية بيعملوا لعبة كده دمها تقيل، يقول لك انت عايز فيزا مستعجلة ولا فيزا عادية. طالما انت راجل مش هتسافر في الوقت الحالي او مش مستعجل على الفيزا، فانت بتقول له انا عايز فيزا عادية مش مستعجل عليها، بتدي له انطباع ان انت مش مرمي على البلد ولا انت هامبل عليها او يعني انت خلاص يعني واقع عليها. دي حاجة. الحاجة الثانية، حتى لو انت مستعجل بين له برضه ان انت مش مستعجل، قول له فيزا عادية، لان الفيزا المستعجلة ب 185 دولار على ما اعتقد، والفيزا العادية عاملة حوالي 65 دولار او 85 دولار، الله اعلم يعني الاسعار كل شويه بيغيروها ولا لا. فانت بتبقى بتقول له انا والله مش عايز فيزا حاليا مستعجله، فانت بتتوفر عليك 100 دولار لان انت في الواقع قلت له مستعجله او غير مستعجله، بيديها لك في الوقت اللي هو مزاجه بيسمح ليه، او بعد ما بيتاكد من صدق الدعوه المبعوثه لك، من تاكد ان هي مش مصوره وكده كده، بيدي لك الفيزا في الوقت اللي هو اللي بيحدده، السفاره هي بتحدده مش اللي انت بتحدده. دي كانت بعض التركات زي ما بيقولوا، او الخطوات اللي هي الحصول على التأشيرة لدولة اوكرانيا. في امر تاني حابب ان انا
ألفت نظركم ليه، وإن أوضحه إن هو بالنسبة للسفارة في مواعيد لتقديم الأوراق ومواعيد لسحب الأوراق. مواعيد تقديم الأوراق، المواعيد اللي أنت بتقدم فيها الباسبور بتاعك والورق اللي هو المطلوب للحصول على التأشيرة والفيزا، ومواعيد اللي هي اللي أنت تستلم فيها الورق، يعني تستلم فيها الباسبور بتاعك إن كان سواء خدت الفيزا أو ما خدتش الفيزا، فبيبقى في مواعيد. فدي طبعا حاجات بترجع فيها لجدول السفارة اللي أنت بعد ما تعمل بحثك على جوجل وتشوف عنوان السفارة وتشوف اللي هي الأوفيشال سايت، الويب سايت بالنسبة للسفارة، وبيبقوا كاتبين تقريبا كل الحاجات اللي هي المطلوبة، وبيبقوا كاتبين الأسعار وكاتبين كل حاجة باللغة الإنجليزية وباللغة الأوكرانية، يعني عشان فأنت ممكن بعضك لو الناس اللي هي اللغة مش مساعدها سواء اللغة الإنجليزية، فممكن تاخد كوبي نسخ ولصق زي ما بيقولوا كوبي بيست على جوجل ترانسليت، وبتشوف هما كاتبين ايه بالعربي او بالفرنساوي باللغة اللي انت ترتديها لنفسك، او ان كنت انت عارف اوكراني فده بتوفر على نفسك كتير من الوقت وبتشوف الامور دي. بكده حلقتنا النهاردة انتهت، وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة بإذن الله نستعرض بعض الأمور الأخرى عن أوكرانيا. السلام عليكم ورحمة الله.